ومعنا عبر الهاتف من جد البروفيسور عبد الرحمن الشيخ رئيس الجمعية العلمية السعودية لداء السكري. بروفيسور أهلا وسهلا بك معنا. إذن هل هذه المعطيات مؤشر على أن مرض السكري سيصبح فعلا العدوى رقم واحد للإنسان خلال الأعوام المقبلة؟ أول شيء في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ويعطيكم العافية. الله يعافيك. طبعا مرض السكري في الحقيقة احنا نحذر منه من أول. مرض السكر من أخطر الأمراض اللي هي بتصيب الإنسان، وكثر انتشارها الآن في العالم أجمع، وللأسف أن مضاعفات مرض السكر هي اللي بتؤدي إلى الوفيات والمضاعفات الشديدة وإعاقة الناس. فطبعا مرض السكر حيكون من الأمراض التي طبعا أكثر وباء في العالم. طيب ما السبيل إذن لتلافي الإصابة بمرض السكر في جميع أنواعه، وأيضا مضاعفات المرض اللي ذكرت حضرتك أنها أخطر من المرض نفسه؟ أولا طبعا لتجنب الإصابة بهذا المرض تغيير نمط الحياة، سواء بمزالة الرياضة، سواء بالتغذية السليمة الصحية، تجنب خاصة الوجبات السريعة. أما لمنع مضاعفات السكر هو اتباع تعليمات الطبيب خاصة للعلاج. حقيقة في كثير يلاحظ بعض المرضى اللي احنا بنشوفهم يتأخروا في أخذ بعض العلاجات اللي هي يحتاجها المريض، سواء كان من حبكاكين طبية أو من إبر. بعض الأطباء والمرضى يتأخروا في استخدام الإبر الأنسولين، وهذه طبعا من أهم العلاجات التي هي تحافظ على المعدلات الطبيعية لمرض السكر. فمهم جدا إذا أردت أن تمنع مضاعفات السكر أن يكون معدل التراكم للسكر في المعدلات المطلوبة لمنع مضاعفات السكر، سواء كانت المضاعفات في الكلى، في العيون، في الأطراف، في القدمين، في القلب، في الدماغ. كل هذه المضاعفات ممكن تؤدي إلى طبعا مشاكل كبيره في جسم الانسان. فمنع هذه المضاعفات لابد الانسان ان يكون سكره في المعدلات الطبيعيه، سواء كانت بالعلاج طبعا، ولا نلغي تاثير الرياضه والتغذيه الصحيه السليمه. طيب اشرت حضرتك انه التغذيه الصحيه السليمه مهمه، هنا بروفيسور اهميه الانتقال التدريجي من مرحله اكل السكريات الى التوقف عن تناولها تماما. هناك من يقول ان التوقف الفجائي مضر على الجهاز الهضمي للانسان، ما مدى صحه ذلك؟ هو بالحقيقه احنا دائما نقول حتى للناس الاصحاء الذين لا يعانون من مرض السكر، السكر او زياده الملح مضر عليهم، فما بالك اذا كان الانسان مصاب بمرض السكر. السكر سواء كنت سليم او انه مصاب بمرض السكر، في السكريات المفروض ان يتجنبها، وكذلك الدهون، الزياده في الدهون سواء كان في المشبع الدهون المشبعه، سواء كان في الوجبات السريعه، نعم، او في بعض المأكولات، برضه حتى الاصحاء الغير مصابين بمرض السكر المفروض يتجنبونها. دكتور بالاضافه الى التجنب انا قصدت انه هل التوقف الفجائي فعلا هو مضر على الجهاز الهضمي؟ يعني هل الأصح أنه المتعود يتناول سكريات تدريجيا أقل ثم أقل ثم أقل إلى أن يقطعها تماما، أم يقطعها بشكل فجائي سليم على الجهاز الهضمي؟ أنا أعتقد هذه في الحقيقة معلومة خاطئة جدا. ممكن نفسيا أتفق فيها أنه الواحد إذا كان نفسيا متعود على سكريات عالية ويأخذها بالتدريج أتفق معك، أما على الجهاز الهضمي مو صحيح. الجهاز الهضمي مو صحيح أنه والله أنه يتعود على سكريات وأكل سكريات ولما يقطع السكريات يتعب، مو صحيح. لكنه نفسيا ممكن بعض الناس اللي متعود على اكل معين ولا بده ياخذه بالتدريج حتى انه يتعود على ماكولات معينه. فانا اتوقع هذه مجرد حجج يتخذها بعض الناس انه والله حيتاثر الجهاز الهضمي عنده، نعم، لو تجنب السكريات بالكامل. شكرا جزيلا لك. المفروض مريض السكر يتجنبها بالكامل. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه والمعلومات. حدثنا عبر الهاتف من جده البروفيسور عبد الرحمن الشيخ رئيس الجمعيه العلميه السعوديه لداء السكري.